اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح وصل بسلامة الله عدد من المصريين اللي جايين من السودان لمطار شرق القاهرة، وده بعد نجاح السلطات المصرية في انها تعمل عملية اجلاء ناجحة. تابعنا اشادات واسعة عن جهود الدولة المصرية اللي بتتم بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان لتأمين اجلاء المصريين من السودان. ده حقيقي، يمكن زي ما انت قلت يا منى، واتكلمنا في مقدمة الحلقة على الدور المصري البارز، لان في الحقيقة مصر بتدير هذا الملف بشكل احترافي جدا من خلال يعني خلية إدارة الأزمة بشكل يضمن سلامة المصريين المتواجدين في السودان وحتى وصولهم إلى القاهرة، وده في ظل حالة عدم الاستقرار وفي ظل حالة التصعيد والاشتباكات والمواجهات كمان العسكرية اللي موجودة في السودان. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عما يحدث وكيف تدير مصر هذا الملف الحساس، يعني ويمكن غاية في الأهمية لأنه مرتبط بأمن وسلامة يعني المصريين المتواجدين في السودان تحديدا، من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير منا. صباح الخير أحمد. صباح الخير يا دكتور. بداية خلينا نقول أنه الحمد لله نجحت مصر في ظل ظروف الرهنة ومن غير كان وجود هدنة أنها تبعت، حصل مشاكل يلا نبعت ناخد ولادنا ونرجع. قدرة الدولة المصرية على إدارة الأزمة بالسرعة دي وبالأمان ده للمصريين اللي موجودين هناك في ظل عدم وجود هدنة، ودي حاجة أعتقد أنها تفرق كتير. يعني خلينا قبل ما نتكلم عن القدرة نتكلم عن الهدف، لأن المواطن المصري هو هدف الدولة المصرية، هو هدف القادة السياسية. أمن المواطن المصري بمفهوم الشامل، أمنه الاقتصادي، أمنه الأمني، كل الأمن، لأن وضعنا خط عريض لهذا العنوان، نقول أن أمن المواطن المصري خط أحمر. صحيح. وبالتالي هي جزء من ثوابت الدولة المصرية والقادة المصرية إعطاء الأولوية القصوى لتوفير الأمن للمصريين في الداخل أو في الخارج في كل مكان، خاصة في أوقات الأزمات والتحديات، ودي فلسفة واضحة بتعكس تقدير الدولة واهتمامها بالمواطن باعتبار أن المواطن دائما هو الهدف والغاية من التنمية من أي سياسات تقوم بها الدولة، وهو أداتها في ذات الوقت. ولذلك ليس غريبا أن تتحرك الدولة المصرية في اللحظات الأولى حقيقة لاندلاع هذه الأزمة وهذه المحنة التي واجهها السودان الشقيق، وفي ظل العالم كله كان يتفرج وكان يترقب الوضع، تحركت مصر في اللحظات الأولى وعادت أبنائها في الخارج. رأينا 177 من القوات المصرية التي كانت تشارك في تدريبات مشتركة مع القوات السودانية، وتمت العملية باحترافية وقدرة عالية في ظل أوضاع طبعا مضطربة وأوضاع صعبة. ثم جاء يعني إجلاء الرعايا المدنيين الباقيين، وتم أكثر من رحلة سواء عبر البر من معبر أركين أو عبر الجو أو عبر البحر، وكلها بتعكس قدرات والدولة المصرية في التنظيم. يعني هذه العمليات تتم باحترافية عالية وقدرات متناهية، بتعكس التناغم بين كل أجهزة الدولة في هذا الإطار، وبتعكس أيضا قدرة الدولة المصرية. يعني الدولة المصرية دولة صلبة، هي من الدول القوية، لديها قدرات، لديها الأزرع، لديها الأدوات، لديها الآليات فيما يتعلق بالتحرك في أوقات الأزمات. ربما على خلاف ما حدث من عمليات إجلاء في أزمات سابقة ومحن سابقة، ربما تبدو هذه المرة هناك أزمة صعبة في السودان حقيقة، نعترف هناك أوضاع صعبة، هناك معارك تتم داخل المدن في الشوارع، هناك تركز، وهذا بيقودنا دائما إلى فكرة الحروب الداخلية، الحروب الأهلية، هي حروب الجديدة، ليست حروب تقليدية في جبهات محددة للقتال، هناك فصل بين المدنيين والعسكريين، ولكن هي حروب تتم داخل المدن بين شارع وشارع، لا يوجد فيها أي التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتزام مثلا الاعيان المدنيه او استهداف المدنيين، هناك استهداف للمستشفيات، للشوارع، للمارة، للمدنيين، استهداف لكل شيء، وبيعكس يعني فكر الميليشيا وفكر كمان اجنده دول خارجيه من خلال ابناء البلد الواحد. بالطبع هذا بيعكس ايضا خطوره فكره الميليشيات، لان انت لا تتكلم عن جيوش نظاميه، تتكلم عن جيوش لها قواعد تلتزم بتعامل مع المدنيين، تلتزم بقواعد الالتزام بالهدنه، ولكن بتتكلم عن افراد ميليشيا الدعم السريع تتحرك في الشوارع على عربات دفع رباعيه، تطلق النار في كل مكان، هناك اصابات، لكن بشكل عام في ظل هذه الاجواء الصعبه استطاعت مصر بقدرتها وبقوتها وتاثيرها ان تكون لها دور مؤثر وفاعل. مصر كانت من اول الدول التي قامت باجلاء الرعايا، حتى الدول الكبرى امريكا التي لديها قدرات كبيره كله يعني كان يترقب، لأن هناك أوضاع صعبة كما نقول، يعني هناك الملاحة الجوية تقريبا مغلقة في السودان،
هناك التنقل بين الطرق حتى من داخل إلى خارج الخرطوم. صحيح. هناك يعني معارك في الشوارع الكبرى، وبالتالي عملية صعبة جدا حقيقة. في هذا الأمر بيعكس دائما قدرة مصر ودورها وتأثيرها، هو مكان محل إشادة حقيقة من المجتمع الدولي. يعني الرئيس بايدن حتى في إجلاء الرعاية السفراء الأمريكيين الدبلوماسيين شهد بدور مصر، أيضا رئيس الوزراء البريطاني في اتصاله مع ريشي سوناك مع الرئيس السيسي شهد أيضا بدور مصر وقدراتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين. أيضا إيطاليا أيضا أشادت، يعني كل الدول أشادت بقدرات مصر في التعامل مع هذا التحدي وهذا الظرف الصعب. يعني وبالتالي مصر فتحت الباب أمام الدول الأخرى، واستطاعت يعني في خلال أيام أو يعني قليلة أن يعني تتم إجلاء أكثر من 1000 شخص، وهناك يعني البقية في الطريق. بس عايزين نقول إن 1000 ده رقم كبير جدا، في حين أن كتير من الدول بتتحرك بتتكلم في 70 شخص و100 شخص، فإحنا وصلنا لرقم كبير جدا في عدد قليل جدا من الساعات. وطبعا رقم كبير مقارنة بما يتم إجلاؤه من رعاية الدول الأخرى. نعم. الأمر الثاني أن معظم يعني الإجلاء في الرعاية الدول الأخرى تتركز حول الدبلوماسيين، وهي نقطة مهمة يعني نلتفت عليها. ودبلوماسيين تم إجلاؤهم أثناء الهدنة، حتى وإن كان هناك خروقات حدثت في الهدنة الأولى والثانية والثالثة، لكن ما نتحدث عن إجلاء حدث في وقت هدنة. يعني ربما نحن نتحدث الآن في هذا التوقيت تحديدا الصين تعلن عن إجلاء رعاياها في السودان، فمصر دائما ما تكون سابقة بخطوة، ويمكن ده مش جديد على مصر. شفنا ده في أفغانستان، شفنا ده في الأزمة الأوكرانية الروسية، شفنا ده أثناء حرب كورونا ومكافحة هذا الوباء وإعادة المواطنين. لكن خليني أعرف من حضرتك، هل فكرة سرعة مصر في يعني إجلاء مواطنيها ده بيكون بمثابة التصدي وتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن؟ بالطبع، يعني مصر بالطبع هي أثبتت تجربة رائدة في هذا المجال، لأن أول حاجة تم إجلاء عدد كبير جدا من المدنيين على خلاف الدول الأخرى، يعني عدد صغير كما تقول منا يعني 70 و50 و60. النقطة المهمة أن الدول ركزت في الإجلاء على الدبلوماسيين وإغلاق السفارات، مصر لم تفعل هذا. سفارتنا مفتوحة، السفارات مفتوحة، وكان الشعار هو آخر من يغادر، أن الدبلوماسيين المصريين وسط الميدان وسط التحديات، وكتيبة الخارجية المصرية مستمرون لآخر حتى يتم يعني الاطمئنان على اخر مصري او يتم اجلاؤه من الخرطوم. هذه نقطه مهمه، لان كل الدول يعني هربت او يعني ساعت دبلوماسيها على عكس مصر، وهذه ميزه خاصه لمصر. طبعا نترحم على الشهيد اللي سقط بالامس. طبعا نترحم عليه، وهذا بيعكس طبعا يعني سلوكيات الميليشيات المتمرده التي تطلق النار في اي مكان، في عشوائي، على المار، على السيارات. هذا بيعكس خطوره الوضع حقيقه في السودان او خطوره الحروب الاهليه. فنقطه مهمه ان مصر السفاره المصريه ما زال مفتوحه، الدبلوماسيين المصريين يربطون وسط الميدان للاطمئنان على كل المصريين، هناك اتصالات، هناك تواصل مع المصريين ليل نهار في كل الساعات. الامر الثاني، مصر كانت من اول الدول السباقه بقدرتها العاليه قبل ان يتم حتى هدنه، يعني كل الدول يعني التي اجلت رعاياها الدول الغربيه والكبرى ظلوا يعني منتظرين فتره كبيره بعد ايام حتى من اندلاع القتال، وانتظروا الهدنه وحتى تم عمليه الاجلاء مصر قامت به قبل الهدنه. مصر ليها تاثير قوي، مصر بتعكس فلسفه الاهتمام بالمواطن المصري، لان هو الهدف الاساسي كما اشرنا، وهذا بيعكس سرعه التحرك. القادة السياسية يعني في كل لحظة تتابع هذا الموقف تطمئن على المصريين. صحيح. هناك أيضا نقطة مهمة، الهارموني والتناغم بين أجهزة الدولة المصرية. نعم. أجهزة دبلوماسية، سواء الأجهزة الأمنية، كل الأجهزة حقيقة، الوزارات، كل هذا بيعكس أن نتحرك في مفهوم الدولة، دولة مؤسسات. هناك هذا العمل الناجح وهذا العمل السريع هو كما أنت أشرت بيفوت الفرصة على كل المتربصين بمصر، وبتعكس دائما كما رأينا في أزمات سابقة. يعني أنت أشرت إلى حتى منذ أزمة وهان في 2019-2020 وإجلاء المصريين من بسبب جائحة كورونا، ثم في 21 أيضا المصريين في أفغانستان والأوضاع الأمنية بعد سيطرة طالبان، ثم في عام 22 شهدنا أكثر من حالة، شهدنا في اليمن أيضا وأزمة الصيادين، شهدنا في أوكرانيا وبعد اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أيضا في فبراير الماضي في ليبيا. كلها بتعكس حرص مصر في أينما في أي مكان، المصري دائما الدولة معه في كل مكان، معه بكل قدراتها، تسخر كل أعلى المستويات من القادة السياسية. صحيح. كل الأجهزة، وكل هذا بيعكس حقيقة أن المواطن المصري هو في قلب وفي عين الدولة المصرية. برغم من اللي بيحصل، الدولة المصرية
واقفة على مسافة واحدة برغم مأساوية الوضع ويعني ان هو شديد التعقيد في السودان، ولكن واقفة على مسافة واحدة من ما يحدث بين الأطراف، لأن دي سياسة مصر الخارجية دائما عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالرغم من التأثير المباشر اللي هيعود علينا، ولو في وضع صعب مصر من ستتحمل دفع أو تسديد فاتورته، خصوصا إن ده له علاقة كبيرة بالأمن القومي المصري. بالطبع من هذه نقطة مهمة، لأن هناك ثوابت للسياسة المصرية. نتكلم عن دولة مصرية، دولة لديها ثوابت، لديها قواعد بتحكمها في سياستها الخارجية، تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، تقوم على احترام سيادة الدول، تقوم على الانحياز دائما للشعوب والمصالح الدول، لا تنحاز لطرف ضد طرف آخر أو في أي صراعات أو أزمات. مصر أيضا تنحاز إلى الحلول السياسية، الحلول السلمية، لأنه يعني قاعدة وهذا درس التاريخ، أن لا يمكن لأي حلول عسكرية أن تحقق أي أرباح. في الصراعات العسكرية الكل خاسر خاسر، في الدبلوماسية والحوار الكل رابح رابح وإن بدرجات متفاوتة. وبالتالي مصر حريصة على أمن السودان، على استقرار السودان. السودان هو جزء من الأمن القومي المصري، هو جزء من مجالها الاستراتيجي ومجالها الحيوي. هناك علاقات يعني تاريخية تربط بين مصر والسودان على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، روابط القربة ووشاج يعني الصلات والنسب والمصاهرة ويعني الاختلاط بين الشعبين. يعني بحكم الجغرافيا، بحكم المصلحة، بحكم السياسة، بحكم الاقتصاد، مصر مع استقرار السودان، ولا ابدا تتمنى ان ينزلق السودان الى سيناريوهات يعني قد تكون لها عواقب سلبيه على السودان وعلى المنطقه. ولذلك دائما من منذ اللحظه الاولى وجدنا ان مصر تدعو اطراف النزاع الى تغليب لغه العقل ولغه الحكمه والحوار، الى وقف اطلاق النار، العوده الى المسار السلمي، حل اداره الخلافات بطريقه سلميه، الحفاظ على مقدرات السودان. لان ما يحدث في السودان الان، هذه الحرب تقود ما تبقى من قدرات السودان، يتم استهداف مطارات مدنيه، يتم استهداف منشات، يعني مستشفيات كثيره خارجه نطاق الخدمه، هناك ازمات كثيره. يعني نحن نعرف ان السودان وهو بيمر بتحديات منذ 4 سنوات، لديه اوضاع اقتصاديه صعبه، وكانت مصر دائما داعما اقتصاديا وداعما للسودان واستقراره، ثم تاتي هذه الازمه حقيقه يتفاقم من معاناه السودانيين. ولذلك تحركت مصر على مسارات عديده، تحركت مع الاطراف لوقف اطلاق النار، تحركت مع الاشقاء في المنطقه العربيه، السعوديه، الامارات، الدول الصلبه في المنطقه للعمل على احتواء الازمه، تحركت على المستوى الافريقي، على المستوى الدولي، المسار الدبلوماسيه الفاعله، لان دبلوماسيه مصر هي دبلوماسيه رشيده وحيويه وقويه وفاعله. واعتقد ان الامور بدات هناك مؤشرات، يعني مع الهدنه الرابعه يعني فجر اليوم او مساء امس، يمكن هي اكثر التزاما من في الهدنات اللي فاتت كلها تم اختراقها، يمكن دي لغايه دلوقتي الاكثر التزاما واكثر ضبط للنفس ما بين الاطراف. هو يعني طبعا بيعود الى هناك جهود تحقيقات اقليميه وجهود تقودها مصر لتحقيق الاستقرار، لمنع انزلاق الامور، لكن في نهايه المطاف نحن نتعامل مع تحدي كبير في السودان، سواء من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاستراتيجيه، سيكون هناك تداعيات كبيره. طيب دكتور احمد، انا عاوز اعرف سريعا، يعني احداث تتم بسرعه ووتيره متسارعه جدا في السودان، خطوره ده على الامن القومي المصري؟ بالطبع، يعني انت اتكلم عن ليبيا، السودان، المنطقه الشرقيه، يعني على حدود سيناء، كلها جزء مباشر من الامن القومي المصري، واي اضطراب في هذه المناطق تؤثر سلبا على الامن القومي المصري من عده منظورات. يعني المنظور الاول مفهوم الدوله، يعني طبعا يعني دائما مفهوم الدوله الوطنيه التي يعني ركز عليها الرئيس السيسي، وان مصر تتعامل تحترم الدوله الوطنيه، جيش وطني واحد، مؤسسات امنيه واحده. اما عندما تنتشر يعني كيانات موازيه، ميليشيات يعني غير مؤسسه الدوله، هذا يشكل تهديد، لانه بيفتت ويقسم هذه الدول ويجعلها دول يعني دول هشه، دول مضطربه، وبالتالي هذه البيئه بتنمو فيها طبعا مخاطر الارهاب والجماعات الارهابيه والتنظيمات. هناك الحدود وحنوك طويله يعني مع ليبيا مثلا، مع السودان ايضا، يعني غياب الدوله السودانيه والمؤسسات ايضا قد يكون له تاثيرات سلبيه في تسلل عناصر ارهابيه. يعني هناك منظورات عديده، واعتقد الدوله المصريه بقدراتها بامكانياتها تتعامل مع كل هذه التحديات وهذه السيناريوهات لتامين الامن القومي المصري، لتامين الحدود المصريه. ايضا هناك ازمات تتعلق بالاوضاع الانسانيه، يعني السودان ايضا مرشح اذا استمرت الصراعات سيكون هناك ازمه انسانيه متفاقمه، يعني في ظل اوضاع انسانيه صعبه. صحيح. وبالتالي هو يمثل اهميه كبيره، يمثل تحدي كبير حقيقه. انا في اعتقادي ان هذه الازمه يعني خطورتها تنبع من عده امور. الامر الاول هو وجود الكيانات الموازيه للدوله والتي تؤجج هذا الصراع وتقوم بممارسات سلبيه تؤثر على المواطن السوداني، تؤثر على المقيمين في السودان، تؤثر على مستقبل حتى وحده واستقرار السودان. ثم هناك التحدي الاخر المرتبط بالتدخلات الخارجيه، وهذا ايضا افه الصراعات والازمات والحروب الاهليه، كما راينا في السابق في ازمات عربيه طالت
واستمرت لأكثر من عقد من الزمن، وكان يعني العنوان لها حالة اللاحسم السياسي واللاحسم العسكري بسبب التدخلات الخارجية، لأن هذه التدخلات غالبا لها أجندات معينة لا تسعى لمصالح الجميع، خاسر في الحالتين بالطبع، لا تسعى لمصالح هذه الشعوب سواء الشعب السوداني أو الليبي أو كذا، وإنما هذه تنفذ أجندات تستغل ميليشيات طبعا وقوة في الداخل لتحقيق أجندتها. هناك صراع يعني القوى الكبرى، هناك صراعات مختلفة على المستوى على كل المستويات، هذا بيكون له ارتدادات سلبية على السودان يعني. ونتمنى يعني طبعا السودان الشقيق يتجاوز هذه المحنة وهذه الأزمة بفضل يعني الجهود المخلصة والأدوار المخلصة العربية، وأنا أعتقد أن الدور العربي هو الأكثر نجاعة والأكثر فعالية والأكثر حيادية صحيح، وهو الأكثر أهمية فيما يتعلق بمعالجة الأزمة السودانية، لأن الأدوار الأخرى حقيقة هي أدوار يعني لن تكون بشكل كبير في مصلحة السودان حقيقة، وستؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وتوظيفها لخدمة أجندات وأهداف تتعارض بالطبع مع مصالح الشعب السوداني. طبعا نتمنى السلامة للشعب السوداني وللمصريين اللي مازالوا موجودين هناك وللمصريين اللي وصلوا بسلامة الله لأرض مصر. كل الشكر لحضرتك الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك. شكرا فندم، شكرا لك يا دكتور، نورتنا.